لكم فيديو جديد. صباح الخير، اديكم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنقول لكم صباح الخير بحضراتكم. المهم اللي غيشوف الفيديو في الصباح، صباح الخير وعيد مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما كتمنوا ان شاء الله. المهم صباحي جيتي، انا لبست القميص ديالي يونس الشاب. صباحي وعليكم عيد السلام، عيد مبارك سعيد. سعيد وتعاوني إن شاء الله. امين يا ربي السلام وحنا عليكم الخوت. والمشاهدين ديالنا المتتبعين. المهم حنايا دابا يلاه فقنا، اول حاجه غندير غنقد راسي وكأن غادي يجيو عندنا العائله وداكشي، المهم باش نحسو بالاجواء. وخليوكم معنا، دوزوا معنا نهار في الحجر الصحي، يوم العيد في الحجر الصحي كي غيدوز. المهم اول حاجه غادي نقد مكياجي وديك، خليكم معايا. المهم انا راني درت الفوندو طا قبل ما ندير ان شاء الله، حقاش ما يمكنليش يعني فاش نجي ندير الفوندو طا مع الشال غادي تطلع لي وما غاديش نصوب لي وجهي مزيان، فداك الشيء علاش درته قبل ما ندير الشال. ودابا غادي نقاد عيني، غادي نحاول نخدم بنفس اللون اللي انا لابسه. المهم واخا ما غاديش نخرجوا، واخا ما غاديش نمشيو للعائلات عند العائلات، حنا اصلا ما كنا غيجي عندنا حتى شي حد بلا حاجه صحي. الحمد لله راكم عارفين المغربه، انا اول مره غندوز العيد في الغربه، بس العيد حاجه صحي الحمد لله. على كل حال المهم قلت لكم واخا ما غاديش تمشي شي عند شي، واخا ما غاديش تخرجوا وهادي، ولكن حاولوا تحسوا بجو بعدياتكم، العائله بيناتكم، يعني عائلتكم الصغيره فيقوا ولبسوا وجدوا ديروا، المهم ديروا كاع المراسم واخا غير في الدار باش خلاص تحسوا بعد بالجو العيد. ديال وانا العيد. سنعيد في هذه البلاد السعيدة. يمكن ما عيد بشحال هذه ما عيد في المغرب. يمكن عاد غيحس بالعيد لحقاش، ديما كيدوز وغي داس. اليوم قلت له لا واخا هكاك غنخلقوا جو ديال العيد. المهم انا غادي ندير في الاول هذا اللون، هذا زعما راه كنوريكم، غندير هذا اللون. اش وقع صدر باش نقول لكم العيد كي كيدوز هنايا فاش كنا هنا انا والدراري في الغربه، خصوصا في هذه الامارات راه ما كاين ما احسن من العيد ديال المغرب. وكما كانت شكون العيد هو انا بحال الايام العاديه، ما كاين لا تمشي عند عائله لا هو، يعني جد عاديه بحال الايام اللي كتفوت اللي كتفيق الصباح وتمشي ولا الدور ولا شي حاجه، ماشي بحال المغرب كتحس بواحد الجو زوين الصراحه، زوين الصراحه والله العظيم. وداك الجو بشحال هادي ما عشتش، وانا حتى جات اشواق دابا شويه. المهم دابا غادي ندير هاد اللون مغلوق شويه، غنحاول نديرو من جهه بحال هكا وكنحاول ندولو. غنحاول ناخد هاد السقلي هذا ونديرو في الوسط، الا غنديرو غير بيدي باش يشدلي غادي كما كتشوفو. بالنسبه للفوق يعني كنستخدم هاد الفرشات مع اللون الاسود. بحال كنحاول ندير به ايلاينر كيف ما كتشوف، كيعجبني داك الظل. غنجيب شي فرشة شي وحدة نقية، شي بانسو نقية، نحيد بيها المكياج البقايا اللي طاحو عليا. هنا بقالي شوية فغنحاول نقي بالنسبة لحجباني، ما كنطرازيهم ما كنحيدهم ما حتى شي حاجة، كنستعمل هذا وفرشات باش كيبقاو بحال طبيعيين ولكن شويه كيعطيهم اللون. كيف ما كتشوفوا كيبقاو الحجبان طبيعيين، كيبان لكم؟ اخر مرحله غندير هاد العكار هذا ديال هدى بيوتي باش يبقى لي. صافي هذا هو مكياجي سالت. غنجمع هادشي ونمشي نوجد الفطور.
انا قبل ما نجي لهنايا وحضرت دوك الفطائر اللي كنت ديجا حضرته معاكم وخليتهم يخمروا باش نمشي دابا نطيبهم ونفطروا بارفان سميتي راه قربت سلالي تيزا عليا بقى لي باقي شويه المهم حنا دابا غادي نفطرو. المهم هاي اول بخور ديالنا، الصراحه فيه واحد الريحه زوينه بخور اماراتي خفيف وزوين. ايوا سيت قصايا نسير سيت قص نصورك خوي اتاي. هاي يونس هاد كان فطرة عمي كان هضر معاكم الناس اللي كيعرفوني كبو اتاي يا بسم الله توكلنا عليك هنا كيسان ديالنا الله غلط ديال مرحبا بكم في دارنا، اللي بغى يفطر يجي مرحبا به على قناة يونس وأشواق. على قناة يونس وأشواق كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد، يدخل عليكم في السلامة إن شاء الله باش ما كتمناو. باش نتمناو الله يرفع علينا هاد الوباء ان شاء امين الله يا ربي باش نرجعو ما كرهناش ديك الصلاة العيد ولكن مع الاسف. 15 في الدار ما عندك فين تمشي، دوزنا انا واشواق الدار وراكم شفتوا الفطور ديالنا، دابا تشوفوا الغدا ديالنا ان شاء الله. المهم نوريكم شنو دوزنا في النهار ديالنا. دابا حنا دابا فطرنا ودابا غادي نوض نحيد كيف ما كتشوفوا يوز ما عندوش اللباس التقليدي، قلت له هاد المره غتمشي للمغرب ضروري غادي تجيب معاك. واخا راني هضرت مع واحد الدري ما جابوليش، واحد الدري قلت له جيبولي ما جابوليش ضروري ان شاء الله يا ربي. دابا صافي غادي نوضو نحيدو هادشي، نحيد هادشي ونلبس بيجامتي ونوجد الغديوه ونوريكم الغديوه ديالي. يلاه بلا ما نطول عليكم. وبالنسبه بغيت نقول واحد الحاجه، بالنسبه للقبيله فاش جيتي من برا راه ماشي مشى يصلي ولا مشى شي بلاصه، راه حتى هنا الصلاه ممنوع، حتى هنا مشى غير يتسخر وجا صافي. كان غير داك حسبت له فاش جيتي حسبت له واش كيصليو هنا ولا شي حاجه، راه ما كاين حتى هنايا لا صلاه. يلاه خليكم اخوتي تلاقاو في الغداء ان شاء الله. المهم انا كنصوب الغداء، بالنسبه لهذه الدجاجه غادي تشدوها بحال هكا من هنايا، وهذه راني شرملتها البارح باش تشرب شرموله مزيان. بغيت غير نوريكم واحد القضيه كتجي زوينه الصراحه، تبقاو تحلو الصدر ديال الدجاج من هنايا كيف ما كتشوفوا، وتحاولوا تدخلوا فيه شرموله لداخل هكا فكيشرب شرموله الصدر، وفي نفس الوقت كيطيب مزيان كيجي طايب وهاد. بالنسبه للطريقه اللي غندير لها انا واحد الطريقه جديده، مهم بحال هكا غادي تشدوا واحد القرعه وغادي ديروها بحال هكا باش غنديروها في الفران ان شاء الله. الطريقه كتجي زوينه بحال الشكل ديال المطاعم، وكتهبط الدجاجه بحال هكا، يعني كتوقفوا الدجاجه ديالكم وكتدخلوها للفران وكديروا هنايا لتحت الماء في هاد اللاطه هادي، وغادي ندير هاد الشرموله هادي حتى هي نزيدها مع هاد الماء باش فاش تكون الدجاجه في الفران ديالنا غير تبقى طيب. مره مره تبقاو تهزوا من هاد المريقه وتديروا اليها باش ما تيبسليناش، وحتى تقرب الطيب وديك الساعه عاد غندهنها بالزبده باش تحمر ليا صافي.
وهاد القرعة غتعمروها بالماء تال الفم. يا سلام. من بعد نص ساعة كتبقاو تدورو بحال هكا وكتهزو من هاد الماء. وانتم الدجاجة كومبليه. خاصكم تبقاو ديرو بحال هكا باش ما تنشف ليكمش. من بعد ما كتقرب طيب لنا الدجاجه ديالنا اولا كطيب كنخرجوها، يعني غير باش تحمر كندهنوها بالزبده باش كتعطي داك اللوين زوين، كنردوها للفران حتى كتحمر وصافي كتكون وجدات لينا. الزبدة الزبده ما كنديروهاش من الاول باش يعني ما تحمرش تسقط تحرق لها الجلده وهي باقه ما طايبه. هي دي الدجاجة ديالي طابت الصراحة، كتجي زوينة وكيدخل فيها الطيب. هي كتشد شوية الوقت في الفران، شي ساعتين واقيلا ياك، ساعتين. ولكن كتحمر وكتجي زوينة. المهم قدمتها مع خضيرة بحال هكا مسلوقة مسوطية، ودرت تكتوكة ضروري ضروري، حنا خاصنا شي حاجة باش ندوزو الخبز. وهادي شلاضة، شكون اللي كتعجبو شلاضة تاع مطيشة وبصلة يهزي يديه. ايوا صافي، عصير هذا هو الغديوة ديالنا، وبالصحة والراحة. تغدينا وسالينا ودابا ما كاين لا خروج لا دروج لا شي حاجه. خاصه الصراحه حنا في النهار ممكن لك تخرج، ولكن من بعد 7 حاضر الطوارئ وحنا اصلا ما تغديناش بكريه. ما تغديناش هي دابا بكري حتى لواحد اصلا الوقت. حنا ما نخرجو، يلا نخرجو خاصك ترجع، ولا واقيلا راه وصلت 7. ايوا صافي. المهم حنا جلسنا طلقنا البخور ديالنا باش نبخرو الدار ونبخرو راسنا بخور اماراتي من الريحه ديال، يعني تبدل الريحه ديال الطياب، صراحه ريحته غزاله. شمو شمو يصلح لكم الشم. نتمنى يعجبكم الفيديو اخوتي وداكشي اللي درنا في النهار، المهم الروتين ديالنا داكشي العادي اللي شدنا طيبات، معاكم لحقاش استفدوا من داكشي اللي طيبات ليكم اشواق. صراحة كنصحكم تجربوا الطريقة ديال الدجاجة هذه في الفران، كتجي بنينة وكيدخل لها الطياب. حاجة وحدة، انا فاش طابت يعني ما بغاتش تحمر، سديت على ديك القرعة بالمغطى وقلبتها هكا باش تحمرات لي مزيان من الجوانب كاملين، يعني باش ما تحرقليش من الفوق وتبقى لي من تحت ما محمراش. هذا ما كان، وكيدخل فيها الطيب وكتجي بنينه. كنتمنى تجربوها وتعجبكم ان شاء الله، وكنتمنى يعجبكم الفيديو. وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساوش سبسكرايب لايك ولايك وسبسكرايب اذا عجبكم المحتوى وتشجعونا، القناة. وعدكم مبروك ان شاء الله. باي باي.